وأنتم تنشدون ما شاء الله. أنا قاعد أشوف الهاشتاج والله أسماء كثير قاعد تتكرر، لكن من ضمنها اسم صلاح الجبر كثير كثير، بس مو موجود صح؟ لذلك ترى اللي غير موجود ما راح يفوز، عشان نكون بالصورة، من حضر هو اللي بيكون إن شاء الله النقاط من نصيبه. أشوف نواف قاعد يتكرر، علي بن هادي أشوف كذلك، علي 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 أو ما شاء الله بدأ علي. العمان كله تركي المطيري. أنت ذكرتهم سعود الجوزة والله. أي ما شاء الله. أي في ناس كتبوا والله. أي والله. ما طيب أنا أشوف صراحة بداح ولا بداح؟ لا بداح. 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 جايك الخير. الله يطول عمرك. والله نعم بسبيع ما عليك زود. طيب صراحة جبر طاهر بعد اسمك موجود. سلطان وين سلطان؟ ترى الحين قاعد أجمع الأسماء يا إخوان. هيا بلشنا الحين. والله ما أدري السلطان مكتوب ما بين إلا واحد سلطان. وين في سلطان غيرك؟ الوهبي. إيه صح مصاب سلطان. إيه سلطان الوهبي. لا العيني برناش فيه اثنين سلطان. إيه نعم يسمونه سطين. لا لا باقي فيه على كيفك حبيب. طيب انتم عاد كملوا وان شاء الله سعد بعد الطويل موجود واجد. على كل ان شاء الله بنشوف احنا لنهايه الفقره. رشيد امشربه بيجيك والله. رشيد رشيد سم هاشتاج ثاني مكتوب رشيد والله ما ادري عاد حتى المقدمين ما يعرفون اسمي شلون بيجي بالهاشتاج.